لا مش انتبه ها كما قلت لكم هنا هذا الكبر عندي طعم خلينا نهضر الدراري ديت هنايا شويه ديال هذاك شي ديال الطعام وماشي بالنسبه لشي ديال البيكام ما حيتش عندي واحد شي تقضيت باش ندير الطعام حيت انا كندير كل 15 ديال الطعام ندير شويه ديال الخيزو شويه ديال البرعه شويه تاع اللفت الصفه مطيشه خديت شويه تاع البنت هو خديتو وخديت هنايا داكشي ديال الكون المسوس ولا ديك هذه بنتي الكبيره كيعجبها هذا المسوس هادو لقيتهم اون برومو لقيت 3 بجوج اورو 50 خديتهم 3 تاع ليكيد دو لا فيسيل فاش كنبقى لا برومو كناخذهم وشنو اخذت خديت العواصر حيت هاد العواصر هادو انا كندير لهم العصير ديال الفريز خديت شحال من حاجه خديت هذا ديال كتبغي سونيا خديت لي كوشون برومو دابا نوريه لكم خديت دوان هنايا هادشي غير ديال هاد الويكاند هذا وصافي خديت هنا بغيت ندير واحد الحلوه في الويكاند بغيت ندير واحد الحلوه بلا كريم والماسكاربون خديت الماسكاربون ولا كريم فريش خديت شويه تاع دارون تاع وخديت البيض والفرماج خديت البيض خديت شويه تاع البنات حتى هو خديت هاد السوبالا خديت كسكسو هذاك السكسو كناخدو كناخد انا رقيق عزيز عليا رقيق وصافي غادي ندوز دابا كلشي نردو في بلاصتو وها نتوما معايا نوريكم لي كوش بالنسبه لي كوش خديت جوج باكيات خديت بومبيرس كل باكيه فيها 76 وحده وحده كتشريها وحده كيعطيوها لك فابور بجوجهم ب 30 اورو صافي درت له الريزيف ديال هاد الشهر هذا هادو غيقدوهم غيقدوه شهر كامل وغادي دابا ندوز كل حاجه منظمه بلاصه وانتم معايا كما كتشوفوا معايا هنايا بديت كندير كرد كل حاجه بلاصتها شديت البيض رديت سمحوا لي شديت البصله كنديرها في شبيكات البلاصه البصله ما كنديرهاش في الثلاجه كنديرها فهذا في شبيكه وكنخرجها للبالكون عندي في البالكون عندي بارد الحال هي والبطاطا هنايا كما شفتوا معايا هنايا البيض خديت بزايد هنا هاد التفاح هادي كون خديتها مع اكسيون خديتها واقيلا شهر 4.99 وخديت لها هذا بحال هاد بحال التبن بحال جات غزاله جات غزاله في الحطه انتم تشوفوا معايا فاش غنست فيها البيض كتجي غزاله كتجي رائعه حتى غير في الكوزينه ما زعما ما درت لهاش شي بلاصه ليها زعما خاصه وحتى غير هنا في القن تاع الكوزينه بالنسبه للدوانن ثاني حتى هما هذوك القدام كنزيدهم القدام وجداد كنديرهم اللور ودوك المنظمات نيت راه كنت ديجا شاركتهم معكم شريتهم اكسيون ما غاليينش واقيلا دايرين غير شي اورو 70 ولا اورو 80 كذلك المنظمات العصير هنا بلاصه الفرماج حتى هو كنديرو بوحديتو الفرماج كنديرهم بوحديتهم اي حاجه كنديرها بوحديتها دانون بوحديتو فرماج بوحديتو باش نعقل باش من نمشي لحاجه كنلقاها قدامي صافي هنايا شريت شويه تاع الحوت بالنسبه للحوت شريت السردين والميرنا انا هذا بالنسبه للحوت غنديرو في نهار الحد حيت السبت غادي ندير كسكسو وانا كنصور الجمعه صافي خديت هنا شويه تاع السردين وشويه تاع الميرنا للدراري تيحماقوا على الميرلون غادي نغسلهم كما قلت لكم غادي نغسلهم ونقيهم ونخليهم حتى يستقطروا وغادي ندخلهم الكونجيلاتور ونجبدهم نهار السبت في الليل ان شاء الله
صافي هنايا غسلته مزيان وخليته يستقطر، حتى يستقطر وغادي نديرو في الكونجيلاتور. صافي دوزت هنايا واحد شويه تاع جافيل على ليفيي، حيد دوك الماين عليا ما فيا اللي خوي الماكينه، كنت ديجا درت الماكينه عمرت وغسلتهم، غسلت الماين قلت راه هادو ما عنديش شي حاجه كثيره ندوزهم غير بيديا فيت في باش ندير لوليداتي العشاء. بالنسبه للعشاء هنا درت ندير للدراري العشاء، غادي ندير لي بات بالكورجيت وصدر تاع الدجاج. هنا قطعت صدر تاع الدجاج دي بيتي مورسو، البصله دي بيتي مورسو. انا فاش كنتلف في العشاء كنلقى غير هاد غير هادي في الساعه كتحضر، زعما ماشي شي حاجه في واحد 20 دقيقه كتحضر. صافي هنا غنزيد عليه شويه تاع الزيت وغندوز تشحر في البوطه. كما كتشوفوا معنا معايا هنايا قطعت الدجاج ديبتو مقصو بحال هكا. وانا بالنسبه للعطريه، بالنسبه للعطريه عندي الملحه، عندي البزار، عندي الخرقوم، عندي شويه ديال الزعتر لي بوزير دو بروفونس، عندي الحباق، عندي الثومه. صافي هنايا كنطابلي داك الدجاج وداك الكورجيت وديك البصله، زدت عليهم واحد جوج باكيات تاع لي كريم فريش وديك الكميله اللي حدا المقله درت فيها شويه تاع لي بات. اي لي بات عندكم خليته حتى طاب مزيان وزدتو على 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 الدجاج ولا كريم فريش، كتجي غزاله غزاله. ولادي تيحماقوا عليها هاد الوصفه، راني ديجا حطاها في واحد الفيديو، دابا نخلي لكم الرابط ديالها لتحت في صندوق الوصف. صافي هنايا دزت كنعطي الدراري يتعشاو. صافي هنايا درت لهم شويه تاع العصير وحطيت لهم دوك لي بات اللي طيبت لهم وصافي. هنايا كان الغد ليه، صورت لكم الجمعه في الليل، وهنايا كان السبت. انا السبت كندير كسكسو. هنايا جبت شويه تاع الفريز من الكونجيلاتور، غادي نديرو مع غادي نعصرو لهم مع الليمون. بالنسبه للليمون انا كنشري هاد الكراتون ولا دوك القراعي ديال العصير تاع الليمون، هي باش كنعصر الفريز. صافي هنا نزيد عليه شويه تاع العصير شويه تاع السكر وغادي نعصرو ليهم. بالنسبه للكيسان اللي سولتوني عليهم، شريتهم اكسون ب 87 سنتيم الواحد، شريت 6، كيجيو زوينين في الحطاره. ديجا انا ديما كنحطهم بزاف، راك غتشوفوهم كاع ماشي كاع في الفيديوهات حيت عاد شريتهم هادي شهر. صافي هنايا خويت لهم العصير، هنا نخوي شويه تاع البن لحقاش درت كسكسو. انا الطعام كنديرو نهار السبت وكنديرو 15 يوم 15 يوم، لحقاش انا كنخدم ان ويكاند سيغ دو، ما كنديروش بزاف. المهم كنديرو 15 يوم 15 يوم ضروري وماشي ديما.
انا مشيت وجدت الطبله ديالي، غتشوفوا ولدي كيلعب، عيط فيه حيد حيد ما بغى يحيد. صافي وجدت طبيله، غادي نتغداو وغادي نمشي نحط بعدا كسكسو غادي نسقيه وانتم معايا. صافي هنايا كان طاب كسكسو ديالي، ما شاركتوش معكم على اي واحد كيعرف يدير كسكسو. كما قلت لكم كنديروا غير نهار السبت من 15 يوم 15 يوم. صافي انا غنسكي وغادي نعطي لهم ياكلوا. صافي هنايا كيكون تسالى الفيديو ديالي. ما تنساوش ابونا في لاشين، تخليو لي دي كومونتير دي جيم، ونتمنى الفيديو ديالي يعجبكم. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو ديالي مع صحابكم وحبابكم، وحتى نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.